الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، أتمنى تكونوا بصحة وسلامة. محاضرتنا لهذا اليوم حقيقة هو مو فشي جديد، وإنما هو حل أمثلة تخص موضوع العدادات غير المتزامنة الأسكرونس كاونترز. أنا فضلت أسميه بالبارت 2 لأنه دكتور حسين نوه لكم أو شرح حقيقة بالأسبوع الماضي أيضا أمثلة محلولة بعد محاضرتنا. سمينا الجزء الأول، هاي تكملة لحل محاضرات، يعني مو في الموضوع إضافي وإنما حل أمثلة للفائدة حول موضوع العدادات غير المتزامنة. مثل ما وضحنا طلاب المحاضرة بالنسبة للعداد الغير المتزامن، وضحنا أنه الستركتر مالته أو التصميم مالته هو تقريبا شكل يعني ثابت، ممكن نقدر نقول. وعرفنا انه ممكن اسئلة يما يجيك الشكل مالته مثل هذا هسه ويقول لك شنو اللي يعد، او ممكن يطلب منك عداد غير متزامن يعد كذا حالات وانت ترسم هاي الدائرة. فهنا قدامنا هسه هذا المثال، عندي شكل قدامي مرسوم، هذا الشكل نريد نعرف هذا ايش يعد. فبما انه جي كي جي كي جي كي وكل مدخل للجي كي يروح للواحد، هاي يعني معناه لوجيك 1، كلهن المداخل ما جي كي يروح لواحد وهذا جي كي يروح لواحد، هاي اول نقطة. وكون اول فليب فلوب طبعا من اليسار هذا حيكون يحمل مرتبة الليست سيجنيفيكانت بيت، يعني المرتبة الدنيا كقراءة. طالما هذا فليب فلوب يقدح بكلوك والفليب فلوبات اللي بعده تباعا كلها تقدح هذا الكلوك، هذا منطقة الكلوك تقدح من الكلوك القبله، وهذا يقدح ايضا من الكلوك القبله، اذا هيج شكل يسموه عداد غير متزامن. هاي نقطه خليها ببالك، طالما الكلوك مو مشترك بالكل، يعني هذا الكلوك ما يدخل لهذا والهذا ولا كله نفسه، اذا هذا عداد غير متزامن. وطالما انه هذا يقدح من القبله من الاسفل وهذا يقدح من القبله من الكيو داش مال القبله، اذا هذا عداد تصاعدي يعد 8 حالات من 0 للسبعة. ليش 8 حالات؟ لأنه 1 2 3 فليب فلوبات، 2 أس 3 يساوي عدد العدات اللي هي 8. طلاب دائما فليب فلوب هذا 1 هذا 2 هذا 3، كل واحد منهم باللحظة الزمنية الوحدة، هذا بت ذنب أبوه عليهم، يعني كم بت؟ 1 2 3 بتات، لأن 3 فلوبات 2 أس 3 كان يوجد الاحتمالات، حصل عندي 8 احتمالات، يعني 8 عدات مختلفة ممكن يعدها هذا العداد غير المتزامن. شنو هاي العدات الثمانية؟ هنا هو السؤال، هل هي راح تكون ذو سلوك تصاعدي أو ذو سلوك تنازلي؟ هذا يعتمد الطلاب على المكان اللي يقدح به كل فليب فلوب، طبعا عدا الفليب فلوب الأول، الفليب فلوب الأول انتهينا منه يقدح خارجي، بس هاي الفليب فلوب وهذا الفليب فلوب ده يقدح، هل ده يقدح من الكيو داش مال قبله؟ لو يقدح من الكيو مال قبله، اذا من النوع البوزيتيف، هذا كله من النوع البوزيتيف حسب الرسم طبعا، هذا هو منطني على السؤال، بوزيتيف ايج تريجرد كل فليب فلوب باوع، ما دام بس بدون بابل اذا هذا بوزيتيف، يعني يقدح بلحظه الصعود. طالما هذا ده يقدح بلحظه الصعود وده يسحب من الربط يسحب من الكيو داش مال قبله، اذا هذا يسموه عداد تصاعدي. ولو كان نفس الربط تماما بس ساحب من فوق كان صار عداد تنازلي، والعكس بالعكس. هاي ملاحظه احنا حكيناها بالمحاضره النظري وحبيت ايضا هنا انوه لها، وهذا المثال خير دليل. اذا هذا طلاب قدامكم عداد يعد طالما 3 فليب فلوب يعد 8 حالات، بس تصاعدي لو تنازلي عرفنا طالما دا يسحب من الكيو داش وهو من البوزيتيف، اذا هذا يعد تصاعدي. 8 حالات تصاعدي معناها يعد 0 1 2 3 4 5 6 7. وهذا الرسم اللي يمكم هنا انا عدت اوضح هنا جدول، ضفت لكم جدول على صفحه، هذا هو حل السؤال. يعني لما يقول لك هذا ايش يعد تقدر تكتب تقول هذا يعد عداد غير متزامن يعد الحالات كارقام ديسيمال من الصفر صعودا، لان اب من الصفر للسبعة عدد كل 8 حالات من عدات، او تقدر تسويها كجدول، وانا افضل دائما تسوي جدول. من تحط اول واحد بالجدول طلاب
يعني من الآحاد أو خلينا نسميه من اللي significant بنت صعودا، دائما أول flip flop هنا من اليسار شو اسمه Q note مخرجه هو اللي يصير أول واحد منه Q note. هذا Q1 هو اللي ينكتب هنا Q1، هذا Q2 هذا يصير هنا Q2. هاي ملاحظة مهمة طلاب كتسلسل جدا مهم. عدة تكمينية كباينري صفر 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 صعودا لحد يا رقم للواحد واحد واحد. ليش؟ لأن يعد من الصفر للسبعة كديسمال كباينري صفر 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 واحد صفر صفر كنا جدول الاحتمالات طلاب إلى الواحد واحد واحد. إذا الورا الواحد واحد هم جت قدحة راح يعيد نفسه. شوف أنا هنا متقصد يكتب لك صفر 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 يعني يثبت لك إنه لما يطلق قدحة له خلنا يرجع يعيد من جدول الوراء يعني يعيد واحد صفر صفر إلى اثنين واحد ثلاثة إلى يعيد سبعة واحد. فإحنا اللي يهمك تقول بس توضح لي إنه يعد من صفر 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 واحد صفر صفر إلى الواحد واحد واحد. أنا هذا اللي يهمني وتحط كيونوت هنا لأنه هذا أول واحد كيونوت. فحل السؤال إنه هذا يعد من عدات فواضحة من خلال هذا الجدول. الانيشال ماتك هيكون صفر 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 لأن ذاك الشيء بالسؤال. وراء شوف لما يطي كلوك هاي العدة الكلوك اللي وراء هاك وهذا هذا يراويك إنه لما يطي قدح كلوك بالص لما يطي قدح بكل لحظة لحظة صعود ايش يصير بالستيت تيبل مال هذا العداد. كموجات طلاب انت من حقك ما ترسم الموجات، من حقك يعني اذا جاك السؤال فقط يقول لك هذا ايش يعد توضح لي هذا الجدول كل شيء ناف. لكن بعض الاحيان يطلب منك سؤال يقول لك هذا العداد ايش يعد، اريد العداد ترسم لي اياه بشكل موجات. فانت طلاب بكل الاحوال لما نسوي هذا الجدول بعد هذا يقدر تقدر تترجمه، يعني هذا الرسم ممكن تستنتجه من هذا الجدول. تجي فوق تحط الكلوك كلوك موجة مربعة صعود نزول صعود نزول، تركز لي عليها مناطق قسم مناطق الصعود لان يعني هذا يقدح بالصعود حسب الرسم. تحط لي هاي المناطق المنقطة بعدين تجي من اول موجة كيو نوت تاي كيو نوت وراها كيو وان وراها كيو تو هاي الليست هاي الموست. هاي الثلاث موجات راح تطلع من الكيو نوت كيو وان وكيو تو. تجي الجدول كيو نوت تجي صفر كيو وان صفر كيو تو صفر تجي ترسم صفر صفر صفر. هاي بأول لحظة بعد كش مقادح بسم الله أول منطقة قدح من هذا المنقط لحد ما يجي المنقط الأخير قطح جديد هاي المنطقة من هنا لهنا هي القراءة الأولى واحد صفر صفر تجي ترسم واحد صفر صفر القطح اللي وراها صفر واحد صفر صفر واحد صفر وهكذا. يعني حقيقة هذا الجدول ده يترجم إلى موجات لا أكثر ولا أقل. فاللي يهمك لازم تعرف هذا الجدول وهذا تعرفه من خلال الرسم مثل ما اتفقنا. هذا يسموه عداد تصاعدي. بعض الأحيان يقول لك هذا العداد ايش يعد يا مود، ما دام عدد العدات اللي يعدها ثمان عدات مختلفة نقول هذا عداد مود ثمانية مود ثمانية كلها نفس المعنى. هذا عداد مود ثمانية، هذا عداد يعد من الصفر للسبعة ديسمال، هذا عداد يعد من الصفر صفر صفر للواحد واحد واحد ويعد نفسه، هذا العداد يعد كما موضح بالجدول، هذا العداد يعد كما موضح بالموجات كلها نفس المعنى. طلاب بقت فقرة أنا وضحت لكم لينكو يعني كطلاب صف أول الآن اللي يهمني فقط إنه تعرفون إنه هيك أشكال هي عدادات غير متزامنة. لكن حقيقة علميا حتى نعرف شلون تصير العدة أنا حوضحها وأنتم حقيقة يعني بس حتى تعرفون يعني حتى نعرف نثبت صدق هذا العداد يعد هاي العداد راح نشوف الموضوع مو حفظ قبل ما هو فهم يعني. بس أنا أريدكم كصف طلاب صف أول بس أريدكم تعرفون إيش يعد، لذلك أنا يهمني الجدول ويهمني الموجات إذا طلبها. لكن انا لكم للفائده راح اوضح شلون تصير هاي العدات حقيقه. بالحاله الاولى بالصفر صفر صفر هاي الحاله صفر 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 مخزون هنا صفر 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 راح نشوف صدق يعد تصاعدا يعني العدد وراه صدق واحد صفر صفر خلينا نشوف. انا قدح انا قدح يعني هسه انا في هاي المنطقه يعني انا هسه بالحاله هاي الثانيه لما انطي قدح ايش يصير؟ طالما بيطب هنا واحد واحد يدخل واحد واحد وانطيت قدح معناه الكيو راح تطلع هنا هي عكس الحاله المخزونه لان عندنا قاعده تقول اذا جاي كي فليب فلوب طبله واحد واحد راح يكون الكيو الجديده للستيت تخرج هي عكس الستيت القديمه. ايش قد الستيت القديمه؟ الستيت القديمه زيرو اذا عكس الجي تطلع صارت واحد. شوف اذا بهاي القدح ايش قد صار لما بهاي المنطقه الكيو هاي الاولى الكيو نوت صارت ايش قد كانت صفر ايش قد صارت؟ صارت واحد عكس القديمه صارت واحد. زين اذا هاي صارت واحد معناها هنا ايش قد صارت؟ صارت زيرو. زين اذا هنا اشارة كانت زيرو يعني كانت واحد صار زيرو هذا يدفع حال يعني يقدح؟ لا هذا يعمل بالصعود اذا هذا اصلا ما اشتغل الفليب فلوب حتى يناقش مداخله. زين اذا الفليب فلوب ما اشتغل شي يطلع الكيو مالته يطلع نفس القديم. طبعا العلم ما دام هذا ما اشتغل يطلع نفس القديم اللي وراء اوتوماتيكيا نفس القديم
فهذا هذا نفسهم القديمات. يعني شنو نفسهم القديمات؟ يعني كان صفر صفر، فيبقى بهاي الحالة صفر صفر. شوف بقى بقى صفر، يعني نفس هذا القديم صار بقى صفر، هذا نفس الكيو هذا عارف وجد نفس القديم يعني صفر. إذا هاي الحالة واحد صفر صفر. الحالة اللي وراها هسان واحد صفر صفر، يعني هنا مخزون واحد صفر صفر أيضا. طيب قدح يعني راح أشوف هنا إيش بيصير، يعني إذا أشوف هنا بهاي الحالة إيش راح يصير؟ مفروض رقم اثنين. شوف لما نطيق قدح بهاي اللحظة هنا بهاي المنطقة، لما نطيق قدح هنا دائما واحد واحد، يعني هذا يطلع الحالة عكس الحالة القديمة. كده الحالة القديمة قلنا كانت واحد صارت شنو؟ صارت زيرو، يعني هاي مكان الواحد صار شنو؟ صار صفر. زين إذا هذا صار صفر هذا ايش قد معناه؟ معناه واحد، يعني كان صفر صار واحد. لما صفر صار واحد معناه شنو؟ معناه هذا اشتغل في الفلو بهاللحظة، يعني اشتغل بالصعود. إذا اشتغل راح يصير عكس هاي الحالة، راح يصير عكس القديمة المخزونة. ايش قد المخزونة بهاي الكيو 1؟ الكيو 1 كانت مخزونة زيرو، ايش صار؟ صارت واحد. إذا هذا صار زيرو، هذا صار واحد. لما صار واحد هذا، لما صار واحد معناه هذا شنو؟ معناه زيرو، هذا زيرو هذا ما اشتغل. يعني يبقى نفس القديم لكيو 2. لكيو 2 القديم يعني شنو لكيو 2 القديم؟ إذا كان صفر صار صفر، إذا الحالة صارت سوري هنا عندنا نحكي كان صفر صارت صفر، إذا الحالة الجديدة صفر واحد صفر واحد صفر صفر واحد صفر اللي هي كدسهم العدة رقم 2. إذا معناه هيجي تتم حالة المناقشة. أنتوا هاي تفاصيل ما حبيت أدوقكم بها، بس حبيت أوضح لكم إنها عندك فليب فلوبات جي كي مربوطة بالطريقة التالية، وكانت تقدح في لحظات صعود، وكان سحب هاي الفليب فلوبات تباعا من الفليب فلوبات اللي قبلها، لكن من الكيو داش إذا هذا يعد تصاعدي، ولو ساحب من فوق كان صار تنازلي، ولو كان بي بابل، لو كان هذا بي بابل 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 ويعمل خلينا نقول بالنزول، والسحب من الأعلى ذاك الوقت نقول عليه تصاعدي، من أسفل يصير تنازل. فهي حالات أربعة ماكو غيرها، والباقي عندكم سيكون واضح. هذا الربط طلاب حبيت أوضح نقطة هنا مهمة، لأنه ما كانت يعني ما طرقنا لها بالمادة النظري، حبيتكم تعرفوها. ممكن طلاب الجي كي اللي عندنا هنا اللي تعودنا عليه دائما المداخلة تكون واحد إذا أردنا نربط غير متزامن، ممكن هذا الجي كي بهذا الربط نشيله نرفعه نستبدله بدي فليب فلوب. يعني هذا دي فليب فلوب، هذا دي فليب فلوب يدخل عليه كلوك، وهنا كيو كيو داش هاي معروفة، هذا دي فليب فلوب أبو مدخل واحد. إذا شيل جي كي السابق، كل جي كي سابق تشيله، مجرد تربط دي فليب فلوب مسحوب من هنا لاين، يعني هاي ستاندر، يعني بس تجيب اي الواير من الداش تربطه هنا، هذا الدي فليب فلوب راح يعمل كأنه هذا الجي كي تماما، وتربط الربط التقليدي. يعني هذا الربط نفسه اذا تشوفه قدامكم اقدر استبدله، بس اجيب يعني هذا افصل هذا الربط، هذا كله افصله، اجيب بمكانه دي فليب فلوب واربطه بالطريقه التاليه، بس اجيب هذا الواير اربطه، صار كانه جي كي فليب فلوب، هو اوتوماتيكيا يعني يحيي الربط كعداد غير متزامن. فهذا الربط اللي قدامنا طلاب، قبل ما نشوف حل السؤال، شوف فليب فلوبين، ما دام فليب فلوبين نوعين دي فليب فلوب ومربوطه بالطريقه التاليه، انه هذا يدخل هنا نفس الفكرة، هذا يدخل هنا، بعدين هذا أول واحد يقدح بكلوك انتهينا منه، بس الكلوك مال فليب فلوب فليب فلوب الآخر هذا الثاني من دا يسحب؟ يسحب أولا هو من نوع البيزيتيف، يعني بيزيتيف يجي تريجر، يعني مال بالصعود. زين من ساحب؟ ساحب من الأعلى ولا من الأسفل؟ ساحب من الأسفل مال قبله، يعني ساحب من الكيو داش. إذا هذا ككل أقدر أقول عدي عداد غير متزامن، يعد كم عدة؟ 8 مثل قبله؟ لا، هذا يعد 4 عدات، ليش؟ يعني بس فليب فلوبين 2 و 2 4، إذا هذا يعد 4 عدات، من 0 و 1 و 2 و 3، 0 و 1 و 2 و 3، 0 و 1 و 2 و 3، لكن تصاعدي لو تنازلي، هاي من يحددها؟ يحددها نوع الربط، طالما هذا يعمل بالصعود، وساحب من القبله لكيو داش وليس لكيو، إذا هذا ككل عداد غير متزامن، مود 4 يعد 4 عدات، لكن من النوع التصاعدي. يعني شنو تصاعدي؟ يعني يعد صفر، اذا يجي بالصفر شو يعد وراها؟ يعد 1 2 اذا اعطيتك لوك يعد 3، اذا اعطيتك لوك يرجع للصفر 1 2 3 0 1 2 3 0 1 وهكذا. اذا يجيني هيك السؤال يقول لك هذا ايش يعد؟ تسوي جدول مثل هذا، اول واحد منه كيو نوت، ليش؟ لان هذا اسمه كيو نوت. اذا هذا سميه اي هنا تحط اي، سميه زد هذا سميه زد، هذا كيو نوت هنا وهذا هنا الكيو 1. اذا بديت بالصفر صفر كانيشيال،
العدل وراها اذا اعطيت قدح شي يصير واحد، اذا العدل وراها رقم اثنين طبعا تكتب باينري ايج، العدل وراها رقم ثلاثة. إناف. اذا انت عدل وقت بس للايضاح يعد صفر، واذا انت بعد عدل وقت يعد الواحد وهكذا. فاذا نحل السؤال هذا اللي يعد هو هذا الجدول، هذا الستيت تيبل اللي يوضح لنا باينري ستيت تيبل اللي يوضح لنا العدات مال هذا السؤال. هذا عداد غير متزامن يعد العدات الفلانية 0 0 1 0 0 1 1 1 ويرجع يعيد نفسه. وممكن نقول يعيد عد غير متزامن يعيد مود 4، يعني يعد 4 عدات مختلفة ويعيد نفسه اللي هن كديسمال 0 1 2 3 0 1 2 3 وهكذا. كموجات بس مجرد تفسر هذا الجدول إلى موجة. فنيجي نرسم الموجات الحالة اللي انيشال شوف كيو نوت هنا كيو 1 يعني كافيات طبعا ما له داعي لكيو داش كيو نوت وكيو 1 كافيات بينت 0 0 باول كلوك هاي المنطقه كلها باول لين لحظه صعود. ولو كان السؤال يعمل بالبابل كان ركزت مو على منطقه الصعود وانا ما ركز بس على مناطق النزول، بس انا ركزت هنا على الصعود لان هذا حسب الشكل يعمل في الصعود. اول حاله 0 0 بعدها لكيو نوت 1 ولكيو 1 0 هاي لكيو نوت 1 ولكيو نوت 0 بالقدحه اللي وراها لكيو نوت 0 لكيو 1 1 لكيو نوت يصير 0 طوال هاي الفتره ولكيو 1 يصير 1 طوال هاي الفتره. بالقدحه اللي وراها الثالثه لكيو نوت 1 ولكيو 1 1 عفوا لكيو نوت قلنا 0 ولكيو 1 1 هنا لكيو نوت هنا بالضبط هنا سوري 0 0 بعدين صارت 1 0 هاي ال 1 0 سوري هاي الكيو نوت 1 0 وراها حاله الصفر 1 هاي الصفر 1 وراها الحاله ال 1 1 هاي ال 1 وهاي التكمله 1 هاي صار خط واحد ليش كان 1 وهم بقى 1 ترجم بس حاله وراها 0 0 ترجع ترسم 0 0 هذا ما له داعي لكيو نوت داش هذا بس مجرد وضحت هنا يخرج يعني. فطلاب الجدول عندك يعطيك هذا لازم تعرف الجدول، الجدول اللي تعرفه تعرف ترسم الموجات. مرات العكس هو يقول لك هذا عداد سوي يعني او يعطيك سؤال يقول لك هذا اريد تصمم لي عداد غير متزامن يعد تصاعدي مود 4 باستخدام الدي فليب فلوب ترسم لي هذا الرسم. صمم عداد غير متزامن ويعد من الصفر للثلاثه ويعد نفسه هو هذا الرسم وهكذا. هذا السؤال طبعا اذا فهمتوا الحكي اللي حكيته قبل شوي المفروض هذا تفهمون ما بي شيء. مكان 2 صار 1 2 3 ما دام رابط بهالطريقه هاي هاي ستاندر مثل ما قلنا طلاب هذا الرابط هذا الفيدباك هذا ستاندر لان دي فليب فلوب. المهم السحب الكلوك طبعا يشتغلون بالبوزيتيف بالصعود وساحب مين ساحب من الكيو داخل مال قبله اذا هذا الشكل قدامي وطبعا ما 3 فليب فلوبات اذا هذا الشكل قدام 2 و 3 8 عدات ويا نوع تصاعد يعد اذا هذا عداد غير متزامن يعد 8 عدات مختلفة بسلوك تصاعدي يعني يعد من الصفر ديسمال للسبعة ديسمال كباينري يعد بالشكل التالي من الصفر صفر صفر للواحد واحد واحد هاي اضافية للايضاح يعني يقول لك كان يلمح لك كان حيعيد نفسه فتلنا للواحد واحد كلش كافي. هذا عداد يسموه ابو الثري بت يعني ابو الثلاث بتات باللحظه الواحده بس كشكل عام يعد كم احتماليه يعد 8 عدات مختلفه كل قدحه 3 بتات بس شكلهم 0 0 0 1 0 0 3 قدحه 0 1 0 وهكذا كديسمال من 0 1 2 3 4 5 6 7 كموجات بالطريقه التاليه. ترجمنا هذا الى موجات. لا تنسى الكيو نوت هي اول وحده دائما تنكتب بالجدول هنا لو كان هنا اي بي سي كان حطيت هنا اي وهنا البي وهنا السي. هذا مثال طلاب قدامكم هنا صيغه واضحه بالسؤال يعني ما راح اقرا صيغه يعني لان الصيغه هي حقيقه ترجمه للرسم فخلينا نقول خلينا نقول انه نعتبر يعني او خلينا اقرا لكم السؤال مو مشكله. افور بيت السكرنس يعني غير متزامن طلاب ما دامك حارف اي لزق يعني السكرنس يعني غير متزامن مرات يسمو ربل كاونتر يعني غير متزامن. A 4-bit asynchronous binary counter is shown in figure. Each D flip-flop is negative age triggered. يعني يقول لك انه في الشكل ادنى هذا عداد غير متزامن يسموه بال 4-bit لان 4 بتات باللحظه الواحده. كل D flip-flop من عنده
يقدح في لحظات نزول. فعلا هاي كل واحد من العدة يقدح في لحظة نزول، يعني هذا الكلوك مالته يعمل وين؟ يعمل في لحظة نزول. اوكي. And has a propagation delay of 10 نانو سكند. هنا ده يوضح لك طلاب، ده يوضح لك هنا بس ملاحظة عمليا، يقول لك يعني كل واحد يريد يعمل من دولة، لما يعمل وتطلع الإشارة، هاي الإشارة قبل ما تطلع راح تتأخر لمدة 10 نانو سكند، يعني 10 في 10 أس ناقص 9 من السكند، يعني الديلي مالتها. احنا هذا الموضوع صراحة ما راح يعني كل شيء يهمه، احنا نعتبره ايديال وما راح يستغرق وقت، ولذلك موجاتنا دائما تكون ستريت ويا منه ويا الكلوك. Develop a timing diagram showing the queue output of each flip flop، يعني وضح لي التايمينج دايجرام. ما دام يقول لك هاي العباره تايمينج دايجرام، يعني يقول لك ارسم لي الكيو اوتبوت مال كل فليب فلوب بشكل موجات. And determine the total propagation delay time for the triggering edge of a clock pulse until the corresponding change can occur in the state of Q3. هاي احنا ما راح نركز عليه. And determine the maximum clock. هاي ما راح نركز عليه طلاب، احنا نريد فقط هنركز على الجزء الاول. هذا مثال من كتاب، لكن انا حقيقه اللي يهمني بس هذا الشيء، انه مطيني هذا بالسؤال ويقول لي هذا ايش يعد، بس يريد طريقه الحل، يعني العدات مالتك، خلينا نقول الجدول مالتك يريده كموجات. فانت اعلمكم طريقه طلاب، ما دام هذا الشكل، ما دام يقدح وين؟ يقدح بالنزول والسحب من الاعلى، شوف لين يقدح بالنزول وساحب من الاعلى مال قبله، إذن هذا سلوكه كعداد مبدئيا تصاعدي. سلوكه شنو؟ تصاعدي. هاي أول نقطة. زين، شنو العدات مالتي؟ يعني كأوفر أول ككليا، يعني كم عدة محتملة حيعدها هذا العداد ككل حتى يعيد نفسه؟ ما دام أربعة فليب فلوبات، إذن هذا عداد غير متزامن، يعد 16، 2 4 16، يعد 16 حالة مختلفة كعدة. ابتداء من الزيرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15، يعني يعد كدسمل من الصفر للخمسة عشر، يرجع يعيد من الصفر للخمسة عشر وهكذا، يعني 16 عدة مختلفة حسب كل كلوك. كجدول طلاب أنصح تسوون جدول، شلون هسه سويناه هنا تماما، كيو نوت كيو 1 كيو 2 كيو 3 في الحالة راح يصير، ما دام على كيو نوت هنا، إذا تسوون جدول كيو نوت كيو 1 كيو 2 كيو 3 بنسود به، وحتى لو تحلوا لي هيك، ويعني طريقة الحل، وتحطون يعني العدات مالتك 0 0 0 كأنه جدول الاحتمالات بال 16 لحد وين؟ لحد ال 1 1 1. كل قراءة تعتمد على كل قدحة تسوي جدولها بال 16. هاي القراءات مالتك كيو نوت كيو 1 كيو 2 كيو 3 بكل حالة تجي ترسمها. شوف هنا 0 0 0 صفر، يعني تخيل هنا بالجدول عندي صفر 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 صفر، وجيت هنا رسمتها. هذه الحالة الأولى. اجي وراء قدح، شوف هاي النزول من نزلت، نزلت يا فقرة استغليت فقرة الصعود للنزول، فقرة النزول. إذا لحظة النزول هي اللي تهمني. تنتظر هاي ما تهمني لحد ما تجي نزول آخر، تنقط لي هاي، تنقط لي هاي، كمل لي إياها. تجي كل حالة، كل حالة عمل تسوي العدة مالتك اللي بالجدول. يعني صفر 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 صفر، اللي وراها من اليمين واحد صفر صفر صفر. شوف رسم 1 0 0 0 وراها 0 1 0 0 1 1 0 0، هاي كلها قراءات الجدول اجي ترجمها الى موجات. هاي طريقة الحل، احسن طريقة لحل هذا السؤال هي هيج، حتى ما تتعب بموضوع الموجات، لان هذا السؤال مود 16، يعني عد 15 من 0 لل 15 كديسمال، يعني من 0 0 0 0 لل 1 1 1 1. اتمنى طلاب يكون هذا الموضوع واضح بالنسبة لكم، يعني على سبيل المثال ما كان هذا الجدول نفسه، او قصدي هذا السؤال نفسه، بس بمكان ما وهمه بالبابل يقدح بس نزول، بس بمكان ما اسحب من فوق، من اقدر اسحب مين؟ اقدر اسحب منه، هذا منه وهذا منه. شنو راح يتغير بالسؤال طلاب؟ يبقى مود 16؟ نعم يبقى مود 16. يبقى 16 عده مختلفه؟ نعم يبقى 16 عده مختلفه، لكن سلوكه راح يتغير، ما راح يكون تصاعدي وانما راح يكون تنازلي. يعني شنو تنازلي طلاب؟ شنو تنازلي؟ يعني يعد 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، يعني جدول الاحتمالات مهارتك راح يكون بالعكس تماما. لما نوصل للصفر طلاب، هنا شوي نقطة أريدكم كلش تنتبهون عليها.
يعد من ال 15 للصفر ويعيد نفسه، يعني ورا الصفر اذا انا عجبني اقول لك سوي الجدول والا تبدا بالصفر، ترى مو غلط بس كون تعرف شيء ورا الصفر. فانا دا اقول لك الجواب واضح، من ال 15 للصفر لما تجي قطحه وين راح يروح وراها؟ يرجع من ال 15 للصفر. يعني اذا كتبنا جدول وبدينا بالصفر صفر 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 وراها منو؟ تجي 15. ما نقدر اقول هو العادي تجي اقول، لان من الصفر من ال 15 للصفر اذا جاء قطحها راح يرجع من ال 15 ورا 15 14 وهكذا. فتحط صفر 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 ورا 15 واحد 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 ورا العده ما تعادل بكباينري 14 ورا 13 ورا 12 ورا 11 وراها العشرة وراها التسعة وراها الثمانية وراها السبعة وراها الستة والخمسة والأربعة والثلاثة والاثنين والواحد، ولما تطلع قطعها أيضا رح يرجع للصفر وهكذا. هاي طلاب هو حل هيجي أسئلة وكل ما يتعلق بالموضوع العدادات غير متزامنة. أتمنى يكون هذا الموضوع واضح بالنسبة لكم وتستفادون من عنا، ويا رب ما يعطيكم بالموفقية والنجاح. شكرا جزيلا.